طلبوا لنا محاضر هي موجوده تاع 2007. ثالث ما بغيتوش حاجه احنا ما عندنا مانع فين كنتوا هذه 30 جلسه هذا اليوم دونك رغبتكم يتاخر. نعم استاذ، انا قلتي بغيتو شي حاجه ما عندنا مانع. السيد الرئيس كيطالب حضور الشهيدتين، جات الا سمحتي لي في الجلسه السابقه جات، اليوم عاود حضرات باش ساعدتوا القضاء لتنوير العداله اكثر في الموضوع نتوما باش نضبطوا الامور. واخا انا كنسميها خروقات. واخا استاذ نكمل السؤال وانت تعطيني الجواب. انطلاقا من كنتي كتسمع الاختفاء، من بعد دابا قلتي كتسمع القتل، السيد قاضي التحقيق ستي نطاق التفصيلي دار التقرير ديالو، كتشوف انت ملاحظات والدفاع اللي معكم، الا كان ممكن بحكم الاطلاع ديالك على الملف من أ حتى زد، اعطينا استاذ انت التكييف اللي كتشوفه قانوني في هذا الملف ومناسب. وجا هو عند واحد السيد في الدار البيضاء شراو منه ديك سميتها واحد الاكستازي. في 2007 كان شي اكستازي تناقش الموضوع أستاذ كما تبعتي مش راه على مستوعب معانا، كتقول انا ما تسلمتش الجوده كتبقى ام، يعني انا نقول دائما راي الثاني. اسمعني يا استاذ، اذا كان هذا الام بالعاطفه ونعتقد لا ما اثنين لا يلتقيا العاطفه والتنظيم، هذا التنظيم نناقش القانون الان راه وقع التعاطف معها واعتقلوهم. ما اعتقلوهمش بناء على التعاطف معها. وعلاش نعتقلوهم؟ شوف السيد قاضي التحقيق سكت ايام لي شنو قال؟ علاش بنا؟ ما بنا على والو. انا ما هضرش معك كدفاع الان، انا هضرت معك كمعطيات لتنوير الراي العام. دفاع كتكون هضره اخرى. شفتي انت استاذ كمحامي؟ لا كمحامي ملم بالملف. ما نقولش كدفاع، عطيتك حقائق، ما قلتكش لا قلت لك كذبوا. ولكن الكذوب ماشي جريمه، عطيتك حقائق، اما الدفاع هضره اخرى. تضليل العداله ماشي جريمه. لا ما نضلوها، لا. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى، كنتواجدوا في محكمة السناف في الدار البيضاء في الموضوع اللي عدد كبير من المغاربة كيتبعوه، موضوع تهامي بناني. مشاهدينا الكرام كما خبرناكم في الحوارات السابقة أن اليوم 14 الملف جاهز، أول لقاء عندي في حوار مع كروت اللي هو دفاع ديال أحد المعتقلين في الموضوع اليوم. السيد الرئيس كانت عنده سعة الصدر ديالو، استمع لجميع الأطراف فيما يخص الدفاع للطرف الأول ولا الطرف الثاني، وكذلك تقدموا المتهمين أمام السيد الرئيس اللي شاف الهوية ديالهم، وبدأت المناقشة في إطار ما يسمى بالدفعات الشكلية. أطول مرافعة كانت ديال كروت يناقش الملف من الأول ديالو. مرحبا نقول الأستاذ، أول مرافعة الأستاذ كروت اليوم خدات وقت كبير حوالي ساعتين، غنشوفوا الاستاذ كروت كيفاش شاف الملف وكيفاش كانت المناقشه ديال اليوم امام الهيئه. استاذي الفاضل تقدمتي اليوم بدفاع ديالك بطبيعه الحال، رافعتي في الدفعات الشكليه، كيفاش كتشوف الملف انت استاذ فيما يخص التكييف؟ انا نذكرك كانت واحد الصحفيه قبل قالت لهم انا نعطيكم تدخل الاستاذ فيما يخص الملف اللغز. قلت لها فاش اللغز؟ اذا كان شي لغز راه كاين اللغز، لماذا اعتقل هؤلاء دون دليل؟ لماذا حنا عندنا ملف متابعة القتل وما عارفين واش السيد مات ولا ما ماتش؟ عطونا ملف القتل، راه قالتها أمو. اليوم اللي دخلنا بينت لي أمور جديدة، أنه ولاو الآن الطرف المدني كيطلبوا حوايج باش تأخر الملف. قول لهم واش عندكم شي مصلحة في التأخير؟ واش كتستافدوا من شي استفادة حنا ما عارفينهاش؟ من فرا ثلاث سنوات في المحكمة، من فرا من 2016 عند قضية التحقيق. راه كداو 30 جلسة، راه الأجل المعقول نتاع اللي مصري في الدستور، راه ما يمكنش نستمروا. ثانيا كطلبوا لنا محاضر هي موجودة تاع 2007. ثالثا بغيتوا شي حاجة حنا ما عندنا مانع، فين كنتوا هذه 30 جلسة؟ هذا اليوم دونك رغبتكم يتأخر. نعم أستاذ، أنا قلتي بغيتوا شي حاجة ما عندنا مانع. السيد الرئيس كيطالب حضور الشهيدتين، جات إلا سمحتي لي في الجلسة السابقة جات، اليوم ما عاودش حضرات باش ساعدتوا القضاء لتنوير العدالة أكثر في الموضوع نتوما. جا السيد الآخر اللي هو مزدعك شهيد خبر الرئيس، قال أول وحدة في كندا. أنا صرت على التبليغ جات لكندا كي نديرو لها. الثانية اللي حضرات؟ وسمع بلاتي جاك وسمع لها قضية التحقيق ومؤدية اليمين. ثانيا الاخرى حضرت، الاخرى كان عندها مرض المناعه وعندها شهيون عضلي. جا السيد خبر الرئيس قال له راه السيده ما قدرتش تنوض اليوم، راه ما يمكن لاش تجي ولكن لا اخرته راه غادي تجي. حنا قلنا له ما كان مشكل، حنا عندنا غير الدفعه الشكليه، الدفعه الشكليه ما فيهاش كاع الموضوع، فيها غير الخلايا الشكليه.
ناقشوا ونهار يتوقف راه غنجيبوها واخا توقف القيامه تجيبوها وتجيبوا ولا تقدم دفاع الطرف المدني باي طلب عطيوه له. حنا لا نمانع الطلب على الاستاذ حنا معك ولا ما قدوش تادي وانا نادي الصوائر تاع الاجراء مزيان. شو التحدي فين وصل؟ علاش؟ لان حنا في وضع الدل. شنو الدل؟ هي الاعتقاد. كيكون معتقد تكون مدلول مزيان. جاو اليوم قالت له لا راه تعمي بناني مقتول الحبس. إذا قالت لك مقتول تعطيني الإراثة تعطيني ملف الوفاة صافي ميت وغنشوفوا شكون قتلو ياك عادي عطيني شهادة الوفاة ونشوفوا واش هادو ولا اخرين ولا انتحروا ولا اوفردوز نعرف. الإجراء داروه أستاذ مؤخرا فين داروه؟ المحكمة السابقة لما ناقشنا الدفعة الشكلية ودخلنا الموضوع عرضوا الصورة قالت لهم الصور ماشي ديال ولدي الصور سليب ماشي ديال ولدي هذا ماشي ديال ولدي انا ولدي ما ماتش كاخت مختطف الناس عيطوا لي الفرملي قال لي راه ولدك خرج الناس لقيتهم تلاقاوني قالوا لي درتو في مختفون عيطوا لي ها هو هنا ها هو هنا قد غير كدير ما مرشتي مي بحال هكذا دفاع الطرف المدني والتام اتفق حنا ودوا الطالين حنا كاعتبرها هي وحنا ضحايا كاملين هذوك ضحايا في الحبس بدون ذنب وهي باغي تعرف ولدها راه الاعتقال من حاج المشاكل راه تيقال عندنا يعتقدوا رمز النزاهه والجديه بقات في دير الحبس بقات باش هنا استاذ كيطرح واحد السؤال بقوه بحكم المرافعه اللي درتي اليوم في اطار الدفعات الشكليه حوالي ساعتين تقريبا استاذ كروت توجه انتقاد بشكل كبير للتقرير ديال قاضي التحقيق يعني كتشوف فيه بعض الملاحظات باش نضبطوا الامور واخا انا كنسميها خروقات واخا نكمل السؤال وتعطيني الجواب انطلاقا من كنت كتسمع الاختفاء من بعد دابا قلتي كتسمع القتل قصيد قضية التحقيق استنتاج التفصيلي دار تقرير ديالو كتشوف انت ملاحظات والدفاع اللي معكم الا كان ممكن بحكم الاطلاع ديالك على الملف من ا حتى زد اعطيني استاذ انت كيف اللي كتشوفوا قانوني في هذا الملف ومناسب اولا السيد قضية التحقيق لما حال السيد وكيل الملك متابعة ضد مجهول ضد مجهول يعني بحد ما عرفش القاتل بعد ما استمعوا لهاد المعتقلين ما عندهمش قناعه كاش ما يفيد زين سمع الام ام تامي بناني حياه العالمي بعد اعفاء من اليمين لانها من اصول الضحيه القانون ما فيش هادشي يعفى من اليمين اصول المتهم وفروعه هو كذا ماشي الضحيه هذا اخر قطير سمع سليمه بركه صفا اشفر 3 وحل الملف في انابه قضائيه عامه فوض السلطات ديالو كخاضي التحقيق للشرطه ولو كان بغى لو كان الوكيل اللي عمسطو الشرطه ماشي هو صيفطو قلت تردو الشرطه هو اللي عنده الحق في الشرطه انت عندك الحق في الانابه بشروط قاضي التحقيق حتى هو عنده الحق في الشرطه عنده الحق في الشرطه اطار استنتاج التفصيلي لا 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 هو يدير شي في اطار انابه الاصل ان يحققها استثناء الفصل يقول يمكن لقاضي التحقيق اذا كان المعني ان شوف ان كيبقى عنده هذا الحق عنده الحق بشروط خاصك توفر شروط وعندنا قاضي التحقيق هنا رفض انابه جات عامه هنا في هذه المحكمه في ذاك البيرو اللي فيه هو اصلا كاع رفضها قال له عامه خاص تكون خاصه في زر محدد بشروط بشكليات هو كيقول الانابه في القتل وفي الانابه وفي المضمون تاع الامر كيقول لهم الاستماع الى ولايه المختفي دونك ما ماتش مختفي كيسميهم الشهود المشتبه فيهم كاين شي شهاد مشتبه فيه الشرطه كتسمع لهم يقول سمعني باي صفه خصو كشهود الى شهود خصو يدي اليمين ولا مشتبه فيه خصك تخد الشعرو هما كيقول لك اخبرناه بحقه في الصمت دونك مشتبه فيه نعم هنا استاذ كيبقى ما عندناش مشتبه فيه هادو ملاحظات السؤال اللي عطيتك استاذ هو انت بحكم الاطلاع ديالك على الملف كيفاش كتشوف التكييف انت قضيه حكم التجربه ديالك في القانون قضيه التحقيق مره كيقول لك اودي قتل مره نقل قاصر احتمال اعاده التكييف من طرف محكمه ربما تعرض لاعتداء جنسي او اجهزوا عليه بالعنف دابا واش ضربوه ولا اغتصبوه ولا قتلوه ولا ما هو ولا عرقوه غير قلنا مره يدرك الحرق مره ما تفهم حتى صوره يعني بقدر ما تقراو تمي في ازدادوا غموضا وبعض الاعترافات ديالهم في المحاضر استاذ الفرقه الوطنيه شكون هما؟ معتقلين باش اعترفوا خصنا نكونوا دقاق شحال انت باش اعترف؟ باش اعترف هما كانوا يقولوا النهار الاول راه حطيناه قدام باب الدار الحقيقه هو ان ذاك النهار كانوا كاملين تناولوا الجوع وجا هو عند واحد السيد في الدار البيضاء شراو منه ديك سميتها واحد الاكستازي اقراص في 2007 كان شي اكستازي هو كيقولوا كاين انا نقول كاين شرا قرص مهلوس او مهلوس شنو ما يهمناش
راه كاينه قديم اليكس، هادشي قديم لان كان دواء تاع الناس المرض شراوها هو بحكم كان اللور شرب بقى ياكل يشرب 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 يضرب الكنينه هما كيدوروا. داك النهار مع الخمسه تاع العشيه شافوا خو احمد قال لامو قال لها شفت واحد على هيستيريا. من بعد كيقولوا حقا لا راه مشينا فعلا كنا موالفين نكريو واحد الدار ديور فيلا نديرو ديك الموسيقى الصاخبه وكيشطحوا. مشينا تما بدا يكشكش ومشينا ما لقيناش داك السيد اللي كرينا جينا مولينا غاب. هذه الروايه توسات تختلف الا سمحتي لي سنين انا ناقش مع ديال الفرقه الوطنيه الفرقه الوطنيه هادشي اللي قالوه قالوا حطيناه على الطريق غتقول لي كذبوا بعد ان تاكدنا انه غيبوبه داك الكشكش داك السيد غيبوبه تخلعنا قالوش مات لا ما قالوش مات قال حنا خلينا كيكشكش تخلعنا حطيناه نوقفوا هنايا غتقول لي كان خصهم يديو لوبيتال قلت متفق معاك اخلاقيين كان خصهم يديو كي ماشي قتل الا ما ديتش ماشي قتل كان خصهم يقدموا ساعات في خطر قلت متفق معاك اخلاقيين دينيين اي حاجه متفق معاك وكان علوم هادشي يقولوا في 2007 وزيد وزيد وصل كان خصهم يقولوا ولا ما قالوش تسمى كذوب المجتمع فيه عنده الحق يكذب ولا ما عندوش حق يكذب عنده الحق الصمت والكذوب واش الا كذب يعني قتل وطرف شنو هو القتل هو يزعق روح المجني عليه عمدا واش انا انني كذبت تسمى انا قتلت فما يمكنش يقول لك عندك حق الدفاع اللي وحق الصمت والكذب وكذا وليس له الحق في الكذب لا عنده الحق في الكذب والصمت يمتنع الصمت نعم اه ما يكذبوش يتهمون عنده الحق يكذب يقولوا ما درتش ما تنضربوا بحال تلبس يقولوا ماشي انايا هادي يعاقبوا عليها حق الدفاع يقول لك دافع يكذب ما يجاوبش ماشي انا ها هو جاي قال له انت فلان يقول له ماشي فلان اش يدير له يقول له مارس حق الدفاع لانه هو غير مجبر بالاعتراف هنا كتكون هنا كتطرح موضوع ديال الهاتف اللي شرفت عليه الفرقه الوطنيه اللي كان في اطار مواجهه باش اعترفوا ما قدموش للسعاده كذبوا وداروا واش قتلوه دابا انا غادي واحد السيد دار اوفر دوز وحطيته وهنا بغيتك تقول لي انت التكييف اللي كتشوفه مناسب جاوبني دار اوفر دوز وحطيته ومات قتلته انايا وهذيك اللي قلتي خصو دليل تاهو حنا نقولوا عاجل القومي كون هما خبروا والديهم او داروا اجراءات اخرى في اطار شخص مثلا بهالطريقه اللي قلتي يعني قدموا ليه المساعده شخص في حالة خطر او امور اخرى كانت غادي تكون عندهم حسن النيه اللي غادي تقدر تساعدهم هما داروا امور اخرى واش قال لك حنا كنا حتى حنا مقرقبين ما مسيرناش دخلنا خفنا كانوا صغار واش الا ما داروش غنقول لهم لا باش ما درتوش ماشي قتلتو هنا بغيت نشوف معك سك الاتهام وسد اللي كتشوف انت سك الاتهام انا بالنسبه لي كان عندهم ديك الوقيته استهلاك المخدرات عدم تقديم مساعدة شخص في حالة خطر هادو كاينين هادو جوج للاسف تقادموا جرائم فوريه وتقادموا عندي 15 عام ربطنا هادشي بدوك الصور وصار بديك الامور كيفاش كتشوف شنو فيها فيها السيد من القهوه لو كان اللي مشاو داروا البحث من القهوه الجو تاع خداو الدرس او الشعر من الوضعين خداو اللحم واللحم بعد 18 يوم تحلل ما عطاش النتيجه ملي مشى لوبيتا ودارت الخبيره ديك الطب الشرعي على الجثه ودارت التقرير وشافتها وسمع لها قضيه التحقيق كانت تاخذ سن او تاخذ الشعر وما خبارة بعد واش تبتت بانه ديك الجثه هو بعدا وامو قالت لك ماشي ديالو ويلا عرفها ولدها ولدها قالت لك ماشي ديالو ان التبان ماشي ديالو والصور ماشي ديالو وماشي ولدي هذا انا الفرملي مشيت عنده ذكرتها قالت لك واه الفرملي اش بغيتي فخا تغوت في السبيطار قالت له ها ولدي قال لها هذا راه جا ضرب المخدرات وراه داوه وداو واحد المستفخر صحابو زاروه مشاو يلا كتقول لكم موت لقيت الناس وكيعيطوا لي شفناه وكذا ولقيناه شنو نقول انايا ولدك مات ولدك مات عطيك الدليل هذيك ام استاذ اعتقد بان تقول لي بغات شوف هي الله يحسن عونها هي بغات تعرف ولدها الخطا تاع اللي داروا البحث والخطا البحث ما تمش كل شيء الشرطه قضائيه الدرك الطبيبه المستشفى البلديه اللي مكلف هذاك المقاول كيدفن مشاو دفنوا غير هكذا كيرميو يعني اخطاء متسلسله ادى ثمنها هؤلاء الابرياء واش انا ما عنديش الوقت هو في العنابه يقول المختفى السؤال الاخير اللي عندي معك هو رايك في الخبره على الهواتف ما عندي حتى الخبره على الهواتف ما عطاتوهاش قالت لك هاد الناس كانوا تما قالوا واعي كنا صافي كانوا تما قال لك واه حنا حطيناه ومشينا دخلنا خفنا من بعد بقينا نسمعوا شافوه راه هنا راه هنا راه هنا دارتو في مختفى اتصلوا بها قلنا راه هارب ولا بقى له شي مشكل ولا مشى شي بلاصه هي براسها كتقول لي شتو شنو نقول حنا نقول لك مات كتعطيني ما يفيد الان ملي قالوا مات قلنا ما عطونا ما يفيد
تيجي تناقش الموضوع استاذ كما تبعتي باش راه الا مستوعب معنا كتقول انا ما تسلمتش الجود حتى كتبقى ام يعني انا نقول دائما راي الثاني اسمعني استاذ لكن هاد الام بالعاطفه ونعتقد لا ما اثنين لا يلتقيان العاطفه والتنظيم هذا التنظيم نناقش القانون الان راه وقع التعاطف معها وتقلوهم وكان اعتقادي حنا المشكل يمكن القضاء ما اعتقلوهمش بناء على التعاطف معها ولا شنو اعتقلوهم شوف سيد قضية تحقيق سكلت ايام الليل شنو قال علاش بنا ما بنا على والو في نظرك انت على والو في نظري انا مستعد بها يقول لي علاش ومزيان نعطيك ما يهدم هذا الراي ما قولك في ان المحكمه من بعد قالت كان ما عنديش الجثه امرت بخبره بمعنى ما عندهاش ما يفيد وفات وعندي الحكم هنا هدمت قرارات التحقيق تقول لي شنو دار هاي المحكمه هدمتو كتقول ما عنديش الجثه ما عنديش ما يفيد الوفاه امو ما ماتش شغندير ندير لك واحد القتل انايا ودارت خبره ومشاو داروا خبره لقاو بنت ايوا كاين شي حاجه اكثر من هكا دارها القاضي ماشي انايا ماشي انا قلتها القاضي شنو تقول فيها انت دابا ايوا كان خصو خليهم في حال صراح من 2016 2019 خليه عندك بحد 20 عام كاين قضايا في فرنسا ودول اللي البحث فيهم 20 عام فين المشكل وخرجوا ومشاو وجاو سد الحدود اللي بغيت وبحث وقلب نهار جيب الدليل صيفطو ماشي تعتقلو وتخربو من بعد تقولوا سير بحالك استاذ كروت شكرا لك عطيتيني مجموعه من النقط في الموضوع اذا كان ممكن كنشكرك لانه بطبيعه الحال كيبقى حق في الدفاع كيبقى حق في الدفاع الاطراف المعتقله وهنا دفاع. انا ما هضرتش معك كدفاع الان انا هضرت معك كمعطيات لتنوير الراي العام دفاع كتكون هضره اخرى شتي انت استاذ كمحامي لا كمحامي ملم بالملف انا ممكن نهضر معك كمحامي كنهضر معك كاستاذ في الكليه نهضر معك كاخبار الراي العام انا ميز بين هذه وهذه ما نقولش كدفاع عطيتك حقائق ما قلتش لا قلت لك كذبوا ولكن الكذوب ماشي جريمه عطيتك حقائق اما الدفاع هضره اخرى تضليل العداله ماشي جريمه لا ما نضلوها لا شنو نضل العداله ما قلتش الحقيقه كنضل العداله شكون اللي ما قالش حقيقه في المراحل ديالها سواء في الشرطه سواء في قضيه تحقيق نيابه عامه لا المتهم عنده الحق يكذب ويصمت ويدير اللي بغى الحق في الصمت عنده الحق اللي ما سمعتها قال لك حق الكذب يضلوا يكذبوا في المحكمه كيقول لك بحال التلبس يقول له ماشي انا استاذي الفاضل شكرا لك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا نقاش مع استاذ كروت مجموعه من النقط بشكل مختصر شفنا مع الاستاذ كروت كما تمنينا اننا نشوفوا الدفاع كذلك ديال الدار البيضاء ولكن توصلوا بقرار من السيد النقيب اللي فرض عليهم انه يكون الصمت وما يتناولوش مع الاعلام في الموضوع مشاهدينا الكرام اطوار ديال الجلسه الشكر الجزيل مره اخرى للهيئه تحت الاشراف ديال الرئيس بطبيعه الحال للكلمه اللي نطق بها هو تثبيت المصداقيه في هذا الملف والطريقه ديالو اللي كيعطي الصلاحيات بطبيعه الحال فيما يخول له القانون الطرف الاول يعني الدفاع ديال المعتقلين وكذلك الدفاع الثاني ديال الحق المدني اللي هي أستاذة زين بخيار من أجل الدفوعات الشكلية شاهدينا الكرام القاضي المشرف على الملف له مسار طويل في القضاء وله من تجربة ما يكفي مشاهدينا الكرام الجلسة تأجلت بعد 15 يوم إن شاء الله يعني الجمعة المقبلة الجمعة اللي من موراها غتكون تتمة الجلسات في الموضوع مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا الموضوع كذلك كيفاش شفتوا الأم تامي بناني تبعوا معايا يعني.